بسم رب الشهداء والصلاة والسلام على خير الأنام محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام على شعب أوالي العظيم، السلام على شهدائنا الأبرار، السلام على آهات الأسرى وأنات الجرحى، السلام على الرموز المغيبين خلف رضبان السجون، السلام على الشباب المرابط في ميادين الجهاد، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. قبل 3 أعوام وفي شهر مارس المقاومة، بالتحديد مساء يوم الجمعة 10 مساء الموافق لتاريخ 25 من عام 2011، وفي فترة ما يسمى بالسلامة الوطنية، أحسست بفقدي لأغلى ما أملك، روحي التي احتضنتها بين جنبي، ابنتي حوراء الجنين ذات 6 أشهر بعد اختناقي في الغازات السامة التي أغرقت بها المنطقة وتشبع بها منزلنا. غازات قاتلة أطلقتها ميليشيات ومرتزقة النظام مدعومة بقوات الاحتلال السعودي، فتسببت في رحيل حورائي شهيدة وشاهدة بتاريخ 29 من الشهر نفسه. هو يوم لم يمحى من ذاكرتي ما دمت على قيد الحياة. الشهداء الأجنة، الشهداء الصغار المنسيون، بل ضحايا القاتل الصامت الذي صاروا مجرد قصص عابرة في تاريخ الثورة. صغار بأعمارهم، عظماء بتضحياتهم، هم من بذلوا لله مهجهم الطاهرة قبل أن يتنفسوا أول نسائم مبعثهم، فكان انبعاثهم من رحم الأمومة إلى رحم الأرض مباشرة، يشكون لله الظلام. أقف اليوم هنا بين أهلي وأحبتي وأبناء وطني في عاصمة الثورة، في بلدة الشهيد الصافي وشهيد الغيرة. أقف وقفة عز، وقفة شموخ، وقفة فخر لا تخلو من الألم. أجدد العهد مع أبي أيتها الشهيدة العظيمة بأنني على خطاك سائرة وعلى نهجك ماضية، ومستعدة للتضحية بألف حوراء، ولن تسمع عصابة الهجران مني سوى صرخات حسينية. هيهات من الذلة، هيهات من الذلة، هيهات من الذلة، هيهات من الذلة. فأنت قدوتي ونعم القدوة، أنت من بذلت لله عز وجل مهجتك وروحك قبل أن ترى عيناك النور. أعاهدك يا قرة العين بأنني سأبقى أطالب بحقك المسلوب، سأظل أطالب بالقصاص من قتلتك وظالميك، ممن حرمك مني وحرمني منك. لن تكوني مجرد جنين ورحل من هذه الدنيا إلى جار ربك، بل أنت سيدة التضحيات ولؤلؤة الثورة الوقادة التي لن تنخمس، وأنا أمك وهذا الشعب يفنيك بروحه ودمه، بالروح بالدم نفديك يا شهيد، بالروح بالدم نفديك يا شهيد، بالروح بالدم نفديك يا شهيد، بالروح بالدم نفديك يا شهيد. فالسلام عليك يوم بعثت للدنيا، ويوم استشهدت، ويوم تبعثين حيا. نامي قريرة العين يا ابنة الحبيبة، والملتقى في الجنان الخالدة بإذن الله. رسالة شكر وعرفان وأحرف امتنان لمن وقف يوما معنا وقفة حق، لمن لم يتوانى عن إظهار القومية أجنتنا المخلوقة. شكرا شكرا لأهلنا في عاصمة الثورة على وقفتهم هذه الليلة، وقفتكم معنا بل سلتم الجراح وأدلجتم الصدور، فجزاكم الله عنا وعن شهدائنا خير الجزاء. عهدا منا نحن أولياء الدم بأننا سنبقى صامدون ثابتون، حسينيون الخطى زينبيون النهج، وسترتفع رايات الدارات ولن نهدأ حتى نظهر لشهدائنا ونقتص من قتلتهم. اللهم تقبل منا هذا القربان، وارحم شهدائنا الأبرار،
وثبت لهم قدم صدق عندك يا كريم.